لارا شو عم تعملي معنا اليوم؟ ليلي انت بدانسينغ وذ ستارز؟ انا اليوم جاي اشجع صاحبتي جوير حاتم ومالوغوزمون بهلت يعني سو هيدي هي اللعبه. شو كان رايك برقصه حضرتك كنت عم تشوفي انت؟ شو حسيتي وقتها شفتي رقصه؟ هلا انا she's my best friend بس انه يعني انه كيف شو تعمل مجهود شوي اكثر ذاتس ات. والعلامات لجنه الحكم يعني انا ما حبيت صراحه اثنين، هيدا اثنين زعجتني انه كيف يشد عشرة على ثلاثه. شو بتقولي له لربي؟ ربي عموس. بتحبي تكوني انت بدانسينغ وذ ستار؟ انا اكيد لانه هذا مستوى عالمي، يعني اللي عم نشوفه هون هو يعني نيفو عالمي. انا بتابع تي اف ان سو ما عم بلاقي اي فرق، يعني هذا يمكن البروغرام الوحيد اللي انا بحب شارك فيه. وبترقصي عندك هيدا الهوايه؟ انا عامله 7 ans دو بالي كلاسيك، اكيد عندي. يعني هي بالي كلاسيك هي الباز تبع كل الرقصه. إذا بدك هيك تختاري بارتنير ترقصي معه، مين بتشوفي إنه بارتنير ترقصي معه؟ عبدو دلون ديفنتلي، لأنه كتير لين وبيعطي يعني ما بعرف وبيعطي البوش اللازم، وبتصوري إنه بقدر أتفاعل معه. يعني هيز لايك سنيك إذا بدك، وأنا كمان سنيك برقصي كتير لينة. من بعد ما فلت جوال هلا مين عم بتشجع من ستار؟ من بعد ما فلت جوال جورج شلهوب اكيد ديفنتلي. وغير حدا؟ حدا من البنات؟ ما في حدا. لا نو. شو بتقولي لها لجوال؟ جوال بدي اقول لك انه جتادور جو تيم تو بوفي فير ان بتيت افور مي سافا سيت ان جو ان فان دو كونت. ولا لا لا ال ام تي في ولا دانسينغ وذ ستارز؟ ام تي في دانسينغ وذ ستارز. ميرسي لارا، ثانك يو. ميرسي لكم، ثانك يو، يعطيكم العافيه. ام تي في نمبر 1 بالنسبه لي وبس. ثانك يو، ثانك يو. ميرسي. سو هيدي هي اللعبه. شو كان رأيك برقصة حضرتك كنت عم تشوفي انت؟ شو حسيتي وقتها شفتي رقصة؟ هلا انا she's my best friend بس انه يعني انه كيف شو تعمل مجهود شوي اكثر ذاتس ات. والعلامات لجنة الحكم؟ يعني انا ما حبيت صراحة اثنين، هيدا اثنين زعجتني انه كيف يشد عشرة على ثلاثة. شو بتقولي له لربي؟ ربي عموس. بتحبي تكوني انت بدانسينغ وذ ستار؟ انا اكيد لانه هذا مستوى عالمي، يعني اللي عم نشوفه هون هو يعني نيفو عالمي. انا بتابع تي اف ان سو ما عم بلاقي اي فرق، يعني هذا يمكن البروغرام الوحيد اللي انا بحب شارك فيه. وبترقصي عندك هيدا الهوايه؟ انا عامله 7 ans دو بالي كلاسيك، اكيد عندي. يعني هي بالي كلاسيك هي الباز تبع كل الرقصه. إذا بدك هيك تختاري بارتنير ترقصي معه، مين بتشوفي إنه بارتنير ترقصي معه؟ عبدو دلون ديفنتلي، لأنه كتير لين وبيعطي يعني ما بعرف وبيعطي البوش اللازم، وبتصوري إنه بقدر أتفاعل معه. يعني هيز لايك سنيك إذا بدك، وأنا كمان سنيك برقصي كتير.